لعدم وجود إحصائيات معلنة وموثقة من جهات رسمية عن المحتوى العربي على اليوتيوب بعكس المحتوى الأجنبي، فقد ابتكرنا طريقة خاصة بنا قائمة على جمع النقاط لتقيم مستوى القنوات العربية على اليوتيوب، وذلك على النحو التالي: 10 مليون مشاهدة يساوي نقطة واحدة، 100 ألف مشترك يساوي نقطة واحدة. في المركز 20 قناة محمد نسيب وجمعت 14.5 نقطة من 446 ألف مشترك و100 مليون مشاهدة، وهي قناة مغربية ساخرة يتقمص فيها صاحبها محمد نصيب الشخصية الكرتونية الشهيرة بوزبال. في المركز 19 قناة زاد شوز وجمعت 16 نقطة من 800 ألف مشترك و81 مليون مشاهدة، وهي قناة سعودية خاصة بالمقالب والتحديات التي يقوم بها الشابين بدر وراشد. في المركز 18 قناة خالد Q8 Forever وجمعت 17.3 نقطة من 845 ألف مشترك و89 مليون مشاهدة، وهي قناة سعودية متخصصة بالألعاب، حيث يشارك المشاهدين مالك القناة خالد في العديد من الألعاب المختلفة. في المركز 17 قناة مستر ميسز ان بي 2 وجمعت 17.5 نقطة من 1,110,000 مشترك و66 مليون مشاهدة، وهي قناة شبابية سعودية تعرض مجموعة من المقالب والتحديات الشيقة والطريفة. في المركز 16 قناة خرابيش وجمعت 17.6 نقطة من 730 ألف مشترك و106 مليون مشاهدة، وهي قناة أردنية في الأصل أسسها الثلاثي وائل العطيلي ومحمد عصفور وفراز العتيبي، بهدف انتقاد سلبيات المجتمع العربي من خلال الرسوم المتحركة. في المركز 15 قناة برنامج لا يكثر وجمع 18.5 نقطة من 940 ألف مشترك و91 مليون مشاهدة، وهي قناة سعودية تقدم برنامج حواري كوميدي يقدمه فهد البتيري يتناول قضايا اجتماعية وشبابية مختلفة. في المركز 14 قناة المحترف وجمع 18.8 نقطة من 1,050,000 مشترك و86 مليون مشاهدة، وهي قناة مغربية تختص بتقديم دروس وشروحات خاصة بالحاسوب والإنترنت للشباب العربي، ويقدمها الشاب الموهوب أمين رغيب. في المركز 13 قناة خنبلة وجمع 23 نقطة من 1,300,000 مشترك و110 مليون مشاهدة، وهي قناة سعودية كوميدية تقدم تجربة ثرية لصناعة أفلام قصيرة تتناول قضايا مجتمعية هامة بأسلوب طريف. في المركز 12 قناة سعودي جيمر وجمعت 24.5 نقطة من 1,000,000 مشترك و145 مليون مشاهدة، وهي قناة سعودية متخصصة في الألعاب وتقنياتها المختلفة، ويقدمها الشاب السعودي مشهور الدبيان. في المركز 11 قناة دي في ال زاد ستيشن وجمعت 24.9 نقطة من 900,000 مشترك و159 مليون مشاهدة، وهي قناة مختصة بالألعاب يقدمها مجموعة من الشباب السعودي. في المركز 10 قناة متع عقلك وجمعت 27.7 نقطة من 985,000 مشترك و177 مليون مشاهدة، وهي قناة ثقافية ترفيهية تقدم محتوى متنوع ما بين المقاطع العلمية والترفيهية والسينمائية بالإضافة للغرائب والطرائف، وقد أسسها الشاب المصري محمد عديسة عام 2014، ثم انضم إليه مجموعة من الشباب السعودي والمغربي والتونسي. في المركز 9 قناة مجرم جيمز وجمع 29.4 نقطة من 1,385,000 مشترك و154 مليون مشاهدة، ورغم أن اسم القناة مقترن بالألعاب إلا أن مالك القناة ريان الأحمري يقدم من خلالها مقالب وتحديات تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب السعودي. في المركز 8 قناة جوتيوب
وجمع 29.8 نقطة من 1.5 مليون مشترك و 148 مليون مشاهدة، وهي قناة مصرية سياسية تنتقد الأوضاع السياسية في مصر بأسلوب ساخر من خلال مقدمها يوسف حسين والمخرج أحمد الذكيري. في المركز السابع قناة شادي سرور، وجمع 29.9 نقطة من 880 ألف مشترك و 209 مليون مشاهدة، وهي قناة كوميدية يقدمها الشاب المصري شادي سرور، ويقدم من خلالها مشاهد تمثيلية طريفة تتناول قضايا اجتماعية مختلفة. في المركز السادس قناة فير فورس جيمر، وجمعت 32.8 نقطة من 980 ألف مشترك و 228 مليون مشاهدة، وهي قناة متخصصة في عالم الألعاب ويقدمها الشاب السعودي فراس الجهني. في المركز الخامس قناة مايكوت أو برنامج مسامير، وجمعت 37.3 نقطة من 1,400,000 مشترك و 233 مليون مشاهدة، وهي قناة رسوم متحركة تقدم حلقات مسامير التي حصدت شهرة كبيرة عربيا. في المركز الرابع قناة التمساح، وجمع 43.6 نقطة من 2 مليون مشترك و 236 مليون مشاهدة، وهي قناة كوميدية تقدم شخصية التمساح والتي ظهرت في البداية عبر قناة برنامج لا يكثر، ثم انفصلت عنها لتقدم في قناة منفردة حققت من خلالها نجاحا كبيرا. في المركز الثالث قناة رومي 999، وجمعت 46.7 نقطة من 1,700,000 مشترك و 293 مليون مشاهدة، وتعتبر أنجح القنوات العربية المختصة بالألعاب على الإطلاق، وأسسها الشاب السعودي عبد الرحمن آل يحيى. في المركز الثاني قناة HL، وجمعت 56.5 نقطة من 2,600,000 مشترك و 305 مليون مشاهدة. HL برنامج كوميدي يقدمه بدر صالح، ويعد من أهم برامج الإعلام الجديد التي أطلقها الشباب في السعودية، ويتناول البرنامج مقاطع الفيديو المنشورة على اليوتيوب بتعليق ساخر. في المركز الأول قناة صاحي، وجمعت 67.6 نقطة من 2,300,000 مشترك و 446 مليون مشاهدة، وهي قناة بدأت في عام 2012 وتطلق عددا من البرامج المتنوعة يقدمها شباب سعودي موهوب. إنتاج صوتي لأوديو لابي. اشترك في قناة أوديو لابي على اليوتيوب للاستمتاع بجديد الكتب والمقالات الصوتية الرائعة والمجانية. أوديو لابي، شارك المعرفة. أن الفكرة في البداية كانت تبدو سخيفة ومجنونة، ولكنها فيما بعد لاقت نجاحا كبيرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. ماذا يحدث عندما تضغط زر اشترك هنا؟ تنتقل إلى رحلة مسلية في عالم المعرفة والعلم والتسلية والترفيه، وتنضم إلى أكثر من 10 ملايين مشاهد شهرياً. بأكبر قناة ثقافية ترفيهية عربية على الإطلاق. متع عقلك. مرشدك إلى عالم المعرفة والترفيه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.